صباح الخير على حضراتكم مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. حلقه جديده النهارده من صباح اون تايم. النهارده عندنا موضوعات كتير هنناقشها ونحللها مع بعض، طبعا ابرز موضوعاتنا الرياضيه وبالتاكيد اخر مباريات مسابقه الدوري المصري ممتاز. هنتكلم طبعا عن يورو 2024 وكوبا امريكا باخر الاحداث الرياضيه. هكون مع حضراتكم مده ساعه ونص من دلوقتي. فرح علي في صباح اون تايم. نبتدي معكم أهم أحداثنا الرياضية طبعا على الساحة في الفترة الحالية، وهو مهرجان العالمين في نسخته الثانية، واللي طبعا يعني لو اتكلمنا عن النجاح شفنا نجاح مبهر ورائع جدا في النسخة الأولى في صيف 2023، واللي هي يعني هنشوف كمان الأيام القادمة بإذن الله بشكل رائع وشكل معتدين عليه جدا من مهرجان العالمين. حابين نقول ان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مدار 8 أشهر فاتوا وعدت بفعاليات كبيرة وضخمة بمهرجان العالمين، واللي طبعا بيشهد تنوع كبير في الفقرات الفنية والغنائية. يعني مهرجان العالمين على سبيل المثال مثلا هيفتتح فعالياته بحفل ضخم للنجم الكبير الكينج محمد منير، ده غير انه طبعا من المتوقع انه الحفل هيشهد اقبال كثيف من المواطنين في كافة الاعمار والفئات العمرية المختلفة، وده اللي ظهر في 48 ساعة الاخيرة. الكل في العالمين بيتكلم عن اولى حفلات المهرجان واللي هتنطلق مع الكينج محمد منير. طيب مهرجان العالمين تحت شعار العالم عالمين هيشهد كمان العديد من الفعاليات المهمة على مدار الثمان أسابيع، أبرزها طبعا الحفلات الموسيقية سواء إذا كان للهضبة عمرو دياب كمان قادم الساهر، بجانب أنه المهرجان هيشهد فعاليات الموسيقى الأندرغراوند وكل الفرق اللي بتمثل هذه الأنواع من الموسيقى. في تنوع كبير ما بين النجوم، كل أسبوع هيكون هناك فنان رائع، وهنشوف مع حضراتكم برضو الفنان اللي هيكون في أولى حفلات العالم عالمين وهو الفنان مدحت صالح. عاوزين نوضح كمان أنه هناك استحداث ضمن فعاليات مهرجان العالمين العديد من المهرجانات، زي مثلا مهرجان نبتة اللي هو مخصص للأطفال بيخاطب الطفل ودور الأسرة في المهرجان، كمان أكيد في اهتمام بذوي الهمم وفعاليات مخصصة ليهم في المهرجان السنة دي إن شاء الله. ونقول لكم مع بعض كده الاجنده او فعاليات اليوم الاول من المهرجان هتكون عامله ازاي. هتبدا بكره باذن الله الخميس اول الاحتفالات الخاصه، احتفاليه كبيره قوي هتقدمها الاعلاميه الكبيره الاستاذه منى الشاذلي، هيكون ضيفها الفنان الكبير مدحت صالح وعشاقه في كل مكان اللي هيكونوا منتظرين افتتاح المهرجان الحفله الضخمه دي. وطبعا من روائع مدحت صالح خصوصا في فتره التسعينيات، شفنا مجموعه من الاغاني الممتعه والرائعه، والحقيقه انه دايما حفلاته بتكون كومبلي من أول كوكب تاني اللي اتفق عليها كل الأجيال لغاية دلوقتي اللي بيسمعها الكبير والصغير. أما عن فعاليات يوم الجمعة 12 يوليو، هيكون في مجموعة أنشطة فقرات غنائية عبارة عن فولكلور فلسطيني عربي، هنعيش معاكم الفرحة وواحد من أجمل المهرجانات اللي بتشوف فيها مدينة العالمين بتفرح كل يوم، وبتشوف كأن مدينة العالمين دايما فيها زي ما نقول مهرجان يومي. انت بتدخل بس كده من أبواب مدينة العالمين بتشعر ان كل يوم حفلة جديدة، كل يوم مهرجان جديد، كل يوم أجواء رائعة، الناس ماشية مبسوطة. الممشى السياحي في مدينة العالمين بنشوف طبعا ده على وجوه المواطن المصري اللي متواجد، حتى كمان مش من مصر فقط، الناس كلها جاية علشان تتعرف على مدينة العالمين اللي أصبحت في أقل من سنتين يعني نقول كده وجهة لمشاهير العالم، ومتواجدة مش بس بنقول انه انت بس علشان تكون متواجد كده، لا تتمشى، انت جاي علشان تحضر مهرجانات وتشوف الجديد وتتفرج على كمان نجوم المصريين وتستمتع معاهم. شفنا السنة اللي فاتت اكتر كمان من نجم ونجمة لبنانيين سواء كانت نانسي عجرم إليسا، شفنا كمان راغب علامة، شفنا مجموعة من الفنانين الكل عايز يجي مهرجان العالمين ويشارك فيه. هنكون معاكم كل يوم في تغطية شبه مستمرة لفعاليات مهرجان العالمين، هنكون في تواصل مستمر من هناك من مدينة العالمين عشان ننقل لكم كل كبيرة وصغيرة عن المهرجان.
نروح معاكم دلوقتي لدوري نايل، ومن المتوقع انه يشهد في الفتره يعني الجايه طبعا مرحله الحسم، سواء في صراع الصداره اللي بيتنافس عليه المتصدرين الاهلي وبيراميدز، او صراع الهبوط للقسم الثاني خلاص بنقول متواجد فيه من 5 ل6 أندية. لسه الأمور ما تحددتش، أو لسه الشكل العام ما تحددش بالنسبة للأندية دي هتكون الدنيا عاملة إزاي بالنسبة لهم، مين الفريق اللي هيقدر إن هو ينتشل نفسه في الثواني الأخيرة ويكون متواجد في مسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم القادم، ومين اللي هيودع المسابقة بعد ما أخذ أكتر من فرصة. ولكن دايما بنقول لازم 3 فرق يهبطوا في نهاية الموسم. الفترة اللي جاية هتشهد إقامة بعض المؤجلات، أهمها طبعا غدا الخميس مواجهة فريق طلائع الجيش مع نادي الزمالك في مباراة مؤجلة من الجولة 16، مباراة مهمة للطرفين لأنه الزمالك في المركز السابع معاه 41 نقطة من 24 مباراة. آخر مباراة حول التأخر أمام النادي الإسماعيلي بهدف دون رد لفوز غالي جدا بهدفين مقابل هدف. طبعا نادي الزمالك مهم جدا ليه ان هو ينهي المسابقة في مركز يعني يليق به، وطبعا حتى لو قلنا انه خلاص المنافسة دلوقتي بقت زي ما حضراتكم شايفين ما بين النادي الاهلي وما بين بيراميدز في صراع قوي جدا جدا جدا، وهنشوف ده وهنستمتع به في المباراة القادمة، ولكن خلاص نادي الزمالك نقدر نقول ان هو قدر انه يتوج ببطوله الكونفدراليه الافريقيه الموسم اللي فات، ضمن المشاركه في البطوله او بطوله الكونفدراليه الافريقيه النسخه اللي جايه، وطبعا مدربه البرتغالي جوزيه جوماس عنده اكثر من اتجاه المرحله القادمه، سواء في مشاركه اللاعبين الشباب اللي تم تصعيدهم في الماتشين اللي فاتوا، بجانب طبعا حسم موقف اكثر من لاعب بالبقاء او الرحيل عن النادي. الحقيقه لو اتكلمنا عن فكره اللاعبين الشباب او فكره ان يكون عندك اكثر من لاعب بيشارك او ان هم يبتدوا يكتسبوا الخبرات، كان في اكثر من نقد يمكن وجه للمدير الفني جوزيه جوماز المباراه الاخيره، خصوصا ان هو يمكن دفع باكثر من لاعب شاب في نفس التوقيت وفي وقت حرج جدا من بداية المباراة، وده أثر بشكل كبير جدا أنه أمام النادي الإسماعيلي نادي الزمالك يتأخر زي ما شفنا مع حضراتكم بنتيجة هدف مقابل إلى شيء أمام النادي الإسماعيلي، وكان ممكن الإسماعيلي طبعا يفوز باللقاء ويقدر أنه هو يخرج باللقاء ده ب3 نقاط اللي هو عايزهم، ولكن جوزيه جوماز سريعا جدا قدر أنه هو يصحح المسار ويرجع للتشكيل الطبيعي، أو يقدر أنه هو من خلال التبديلات يكون في العناصر الأساسية اللي بيشاركوا مع نادي الزمالك. فكرة أن يكون عندك شباب أو عندك عناصر قادمة تشارك ده شيء مهم جدا، لكن إمتى أدفع بيهم؟ من الآخر كده بلغة الكورة ما حرقهمش، أو أن أنا أدفع بيهم أن هم يكتسبوا الخبرات يكونوا متواجدين مع اللعيبة الكبار اللي عندهم خبرات طبعا علشان يقدروا أن هم ياخدوا حساسية المباريات في نفس الوقت أن أنا ما أضرهمش. ولكن بالتأكيد المدير الفني بيكون عنده وجهة نظر أخرى، وفي البعض عنده حسابات أنا خلاص خرجت من الدوري باللي انا عاوزه، فدي فرصه ليا ان انا اجرب اكتر من عنصر واثنين وثلاثه علشان اخرج باكبر المكاسب الممكنه من مسابقه الدوري الموسم ده. في المقابل نادي طلائع الجيش سجل حضور غير جيد في الفتره الاخيره بعد ما كان في مركز متقدم مع بدايه الدور الثاني، ما زال عنده طبعا سوء توفيق زي ما بنقول كده، اخر 6 مباريات خسر فيهم الفريق 4 مباريات وتعادل في مباراتين، يعني فقد 16 نقطه كامله من اصل 18 نقطه، والحقيقه انه الخساره اللي كان تعرض ليها فريق طلائع الجيش ما كانتش بتبقى خساره هينه زي ما بنقول، لا احنا بنتكلم ب4 أهداف وبنتكلم في اكتر من نتيجه، وده أثر بشكل كبير جدا بالتأكيد على معنويات اللعيبة. أنت لما بتطلب من لاعب أن هو النتيجة ما تأثرش عليه ده ما بيكونش سهل بالنسبة له، فكرة كمان السكور لما بيكون كبير بيقلل من معنويات اللاعب، ولكن طبعا زي ما حضراتكم شايفين الكابتن عبد الحميد بسيوني بيكون ليه رأي آخر في المباريات دي، بيعرف أن هو يشتغل على لعيبته وعلى الجانب النفسي والمعنوي عشان يرجعهم تاني على المسار الصحيح، أنه فريق طلائع الجيش الحياة أنه مع الكابتن عبد الحميد بسيوني قادر أنه يحقق نتيجة جيدة جدا في مسابقة الدوري المصري الممتاز، فبالتأكيد عايز يحافظ على المكانة دي ويفنش مكانته في جدول المسابقة بشكل يليق باسم الفريق. طيب علشان نعيش معاكم برضو الأجواء الخاصة بمسابقة الدوري المصري الممتاز، وهنتكلم معاكم على فريق الحياة إنه يمكن اتعرض، لما بتيجي تفكر كده وتقول مين الفرق اللي كانت عندها سوء حظ أو سوء توفيق أو كانت ماشية على المسار الصحيح من بداية
المسابقه، وكان الفريق بيلقب بالحصان الاسود، ولكن فجاه شت عن الطريق او المسار، تحول لحد ما اثر على الفريق، اثر على نتائج الفريق بشكل كبير جدا، وبقى من الفرق المهدده في الهبوط في الموسم ده. هيكون منورنا دلوقتي عبر الهاتف دلوقتي الاستاذ مصطفى الشامي رئيس نادي بلديه المحله علشان نتكلم معاه اكتر عن فريق بلديه المحله. بنرحب بحضرتك، صباح الفل عليك. صباح الفل على حضرتك، وصباح الفل على كل المشاهدين، سعيد دايما بوجودي معاكي. وطبعا في البدايه يعني بعزي كل الشعب المصري وكل الرياضه المصريه بوفاه احمد رفعت، ربنا يرحمه ويصبر اهله ويجمعنا بيه ان شاء الله باذن الله عن قريب على خير ان شاء الله. الف رحمه ونور عليه. وطبعا زي ما حضرتك بتقول، يمكن الاجواء العامه بعد رحيل احمد رفعت اثرت بشكل كبير جدا، ولو قلنا غير كده يعني هنبقى بنضحك على نفسنا، يعني على الرياضه المصريه كلها، على نفسيه اللعيبه، على المسابقه بشكل عام. فبالتاكيد حضرتك شايف الصدى ده يعني بشكل كبير جدا على لعيبه فريق بلديه المحله. والله على كل الناس يعني كل الناس طبيعيه متاثره، كمان بالذات اللي في الوسط الرياضي واللعيبه والادارات، موضوع الاعلاميين طبعا، كل الناس في الوسط الرياضي متاثره بالرحيل لاعب في سن صغير، ضغوط نفسيه بملابسات الموضوع كله، فاكيد طبعا الموضوع يعني يهز كيان اي شخص يعني. بالتاكيد. خلونا نروح مع حضرتك برضو على التفاصيل الخاصة في فريق بلدية المحلة، ونعيش معاك الأجواء اللي يمكن فريق بلدية المحلة بيعيشها من بداية. عايز أتكلم معاك كده عن بداية الموسم ونرجع ورا شوية. إيه اللي حصل يا أستاذ مصطفى لفريق بلدية المحلة؟ إيه اللي خلى الفريق يخرج عن المسار الصحيح ليه؟ والحقيقة الناس كتير جدا كانت بتتكلم على الفريق إن هو مفاجأة الموسم ده. والله احنا كنا في البدايه كنا زي ما حضرتك بتقولي، كان عندنا خطوات معقوله كويسه يعني في الجهاز الفني، طبعا باكن له كل تقدير واحترام، وكاله الكابتن احمد عبد الرؤوف والجهاز المعاون اللي معاه بالكامل. الناس دي انا دايما بقول ان هم شاركوا في صناعه جزء من التاريخ وانجاز كبير جدا في بلديه المحله. واحنا كان عندنا التجربه من اول الموسم، هو مجموعه لعيبه كبيره جدا كلها شباب، احنا ثلث الفريق مواليد 2003 و2004، فكانت مجازفه وتجربه اول مره تحصل في الدوري ممتاز. اكيد كان العامل الخبره مؤثر بشكل الى حد ما على الاستمراريه في النتائج وفي الاداء، فده اكيد كان من العوامل اللي تاثرت، وظروف ثانيه كمان. واكيد احنا برضو اكيد عشان انا بس ده اول حاجه انا بقولها، ودايما ما بحبش ان انا اقول على مشاكل موجوده في المسابقه في ظل وجود اخفاق او في ظل وجود يعني سوء نتائج، لكن خلينا نكون واقعيين، اكيد احنا عندنا كاداره وانا كرئيس الاداره عندي اخفاقات وعندي اخطاء، ولكن كمان الظروف اللي بيتلعب فيها الدوري صعبه جدا 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 على اي نادي ان هو يقدر يقاوم فيها ويستمر، من بقى مواعيد مباريات غير منطقيه وغير انسانيه خالص. عايز اتوقف مع حضرتك عند الجزئيه دي يا استاذ مصطفى، بما انك رئيس النادي، ليه بشكل عام الفرق يعني لما بتيجوا تتكلموا مع بعض، وبالتاكيد حضرتك ليك اكتر من تواصل مع رؤساء الفرق بشكل عام ورؤساء الانديه، بتتكلم معاهم في انه ليه احنا ما اتخذناش قرار، ليه احنا ما تعاوناش كلنا مع بعضنا، وكان لينا قرار ثابت بان احنا لا عايزين يكون مواعيد المباريات بيتغير، ولكن باجماع لما بتكون الفرق كلها بتجتمع على شيء واحد بالتاكيد في الاخر يعني هيتغير او هيتصلح الى المسار الصحيح. هو مش اعتراض من اجل الاعتراض فقط، ولكن ليه الفرق ورؤساء الانديه ما يتحدوش مع بعض علشان يوصلوا لافضل شكل ممكن للمسابقه في ظل ان ده ممكن يكون بيعود بالضرر على الفرق كلها؟ ما انا هقول لحضرتك على حاجه، هو احنا كرؤساء انديه بنتكلم مع بعض طبعا ومتواصلين مع بعض، ورؤساء انديه بتاعتي كانت في التلفزيون، بس خليني اقول لك بس على نقطه مهمه جدا، هو احنا
تم في بدايه الموسم انتخاب رابطه للانديه. صحيح. وده دور الرابطه، دورنا احنا ان احنا اللي نجتمع بدون الرابطه. فطلبنا اكثر من مره اجتماع مع الرابطه، واعتقد انه يعني مؤخرا تم الاستجابه لده، واخترنا بانه يكون في اجتماع نهايه شهر 7 اللي احنا فيه دلوقتي. تاخر شويه ولكن يعني الله اعلم، انا مش عارف ليه ما تمش اجتماع بجد صراحه. مش عارف ليه ما تمش دعوه الانديه للاجتماع او الاستجابه لفكره الاجتماع، انه دايما بشوف انه ظل ما بوجود مشاكل، وانه موسم صعب زي ده كان يجب ان يكون في اجتماعات اكثر من كده واهتمام اكثر من كده. ولكن انا اكون في عونهم، انا برضو يعني اشفق على كم الضغوط اللي بتمر بيها الكره المصريه والتاثرات اللي على مدار سنوات بيتم اصلاحها مؤخرا، ولكن كنا نقدر نعمل بشكل احسن من كده بظل وجود مكتسبات زي عوده الجماهير، زي الرعاه اللي موجودين دلوقتي في الدوري المصري. كنا نقدر نحافظ على الشكل اكثر من كده بالتاكيد، نطلع بصوره افضل من كده. ولكن لعب الساعه 4 كان مجحف، قاسي جدا وصعب جدا، مجحف جدا جدا جدا. الموضوع ما كانش طبيعي. لو اتكلمت معاك على مواجهه فريق بلديه، عايز اقول لحضرتك بس على انا لاعب 15 مباراه الساعه 4، منهم خمس مباريات متتاليه الساعه 4 العصر، ظل اجواء تصل عمرها ما وصلت لمصر، في مصر درجات الحراره دي. وبعدين بنفوجئ ان في مشكله، بقى ان المشكله مش كده، المشكله انه اولا ما فيش تكافؤ فرص في عدد الماتشات اللي الانديه بتلعبها الساعه 4. المشكله الثانيه انه لما بيحصل تعديلات في الجدول بنفوجئ قبل حتى قرار مجلس الوزراء امبارح او اول امبارح بتعديل الماتشات لساعه 5:30. صحيح. لكن قبل ده بقى كمان كان في اصلا تعديل مباريات الساعه 5:30 والساعه 8، وده كان بالنسبه لي امر غريب جدا. طب وليه لما احنا كان في ايدينا القرار ان احنا نلعب الساعه 5:30 كنا ما بنلعبش الساعه 5:30، وكان بتسيب الانديه بتلعب الساعه 4، والناس كلها كانت بتشتكي والناس كلها كان بيحكم، كان وارد انه يحصل. بص انا اقول لحضرتك على حاجه، اي حد يقول لك ان ده ما اثرش على نتائج فريق بلديه المحله يبقى بيضحك عليك. يعني باجماع من المعلقين والمحللين وكل من ليه خبرات في مجال الرياضه، الكل عارف ان ده اثر بشكل كبير جدا على فريق بلديه المحل. صحيح. ومن اكتر الفرق اللي لعبت مبارياتها الساعه 4 العصر بالتاكيد. بالضبط. ده شيء مش هنختلف عليه، ولكن بنقول بنتمنى انه دايما يكون في الافضل، زي ما حضرتك كنت بتقول في بدايه المكالمه، بنتمنى ان احنا يكون في تصحيح للمسار خلال الايام القادمه، ونتعلم من اخطائنا في المواسم القادمه ايضا والنسخ القادمه من مسابقه الدوري المصري الممتاز، لانه ده دايما بيصب في مصلحه الساحره المستديره او كره القدم المصريه. في النهايه عايز اعرف من حضرتك، لسه الامل ممكن بالنسبه لفريق بلديه المحله ولا خلاص؟ بص حضرتك، انا بالنسبه لي من اول يوم انا عندي حاجه واحده بس بعرف اعملها، هو ان انا افضل اشتغل. النتائج ووضع الجدول ووضع الدوري والحاجات دي كلها، وكل بقى الملابسات والمشاكل اللي احنا تعرضنا لها والحاجات اللي موجوده دي مش بتاعتي انا، دور ان انا افضل اشتغل ايا كان الموقف وايا كان الوضع. فانا بشتغل لحد اخر وقت، اول ما ينتهي الدوري ده هنا انا بوقف شغل واشوف الخطوه اللي بعد كده. لكن انا بالنسبه لي انا والجهاز الفني والاداري واللعيبه مكملين في مسارنا ورحلتنا لحد نهايه ان شاء الله باذن الله، متمسكين بامل كبير جدا. عندي ثقه كبيره جدا جدا في مجموعه اللعيبه اللي موجوده. مجموعه اللعيبه اللي موجوده دي يعني في عدد كبير جدا منهم هيبقى ليهم شان كبير جدا في الكره المصريه مع اكتساب خبرات اكثر من كده وظروف احسن من كده. بالتاكيد حسام اشرف معاه 12 هداف مسابقه الدوري المصري الممتاز في ظل فريق بيعاني، فطبعا يعني دي معادله يمكن تكون كانت صعبه جدا ان فريق بلديه المحله الحقيقه ان هو يحققها. في النهايه الاستعدادات للمباراه القادمه يوم الاثنين القادم مع نادي الزمالك هتكون عامله ازاي؟ في ظل التخبط برضه، عشان دي نقطه مهمه جدا، في تخبط في الايام اللي فاتت في موضوع ملعب استاد القاهره هيستقبل مباريات واللعب عليه بعد مباراه الاهلي وبيراميدز ولا لا. والحاجات دلوقتي برضه من ضمن الحاجات اللي احنا بنعاني منها برضه نقص المعلومات الشديد، فدي حاجه بتبقى غريبه شويه. المفروض انه يعني يتم التاكيد او يتم التعديل او يتم يعني التعامل مع الانديه انه هل هيبقى في لعب على استاد القاهره ولا لا.
كان في تصريحات خرجت خلال الأيام اللي فاتت طبعا من الجانب الخاص بالاستاد، وزي ما حضرتك بتقول لا، اتقال انه الاستاد طبعا ما بعد المباراة دي مش هيكون في لعب مباريات عليه، مباراة الأهلي وبيراميدز. سامعين حضرتك؟ الو أستاذ مصطفى، حضرتك سمعنا؟ طيب هنحاول نتواصل مع حضرتك مرة تانية، ولكن عشان نتكلم برضو مع حضراتكم على الجزئية دي على الأخص، هنتكلم عليها أكتر والتفاصيل الخاصة برابطة الأندية طبعا. طيب عودة مرة تانية للأستاذ مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة، عودة لحضرتك مرة تانية. أنا بس بعتذر عن الشبكة، اتفضل. علشان نكون قلنا لحضرتك اخر التفاصيل الخاصه باستاد القاهره، رابطه الانديه تواصلت بالفعل وبعتت خطاب لاستاد القاهره، وتم اتخاذ القرار انه هيكون في تاجيل للصيانه الخاصه بالاستاد الى ما بعد مسابقه الدوري المصري الممتاز ما تنتهي. يبقى إيه، دي حاجه كويسه جدا. خلاص احنا دي اخر الاخبار. طيب كويس كويس، نعرف الاخبار، الانديه بتعرف الاخبار من الاعلام، دي حاجه صعبه جدا. الله المستعان. ولكن بشكر حضرتك يعني على الخبر ده، ولكن مباراه الزمالك مباراه مهمه جدا. اعتقد ان هي مباراه يعني هتكون من المباريات القويه، لانه طبعا الزمالك عنده واضح ان في مشكله في التواصل مع حضرتك استاذ مصطفى الشامي رئيس نادي بلديه المحله. كنا سعداء جدا بوجود حضرتك معنا، بنتمنى كل التوفيق لفريق بلديه المحله، الحقيقه كل الفرق اللي بتحاول ان هي تجتهد وتشتغل ويكون عندها مثابره ويكون عندها اصرار حتى الثواني الاخيره من عمر المسابقه، بنتمنى لهم كل التوفيق. طبعا الفرق اللي بتتكلم عليها بالتاكيد بتعاني، وما بتكونش كل الفرق على نفس المستوى اللي بنقول عليه من كواليتي اللعيبه، من فكره ان يكون عندك الامكانيه انك انت تدعم الفريق بعدد كبير من المباريات، من اللعيبه طبعا اللي عندها خبرات كبيره جدا في المباريات. ولكن دايما بنقول الكل بيسعى، الكل بيجتهد، الكل بيشتغل، وفي الاخر اللي بيوصل هو اللي عنده نفس طويل ومصر ان هو يوصل في النهايه لتحقيق دايما مكانة جيدة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، يحافظ على مكانته ودايما يكون متواجد وبيشارك. زي ما استعرضنا مع حضراتكم ده الخطاب طبعا اللي شفناه على الشاشة اللي صدر من قبل رابطة الأندية، واللي تواصلوا طبعا مع استاد القاهرة الدولي والمسؤولين داخل الاستاد، وتم اتخاذ القرار بأنه يتم تأجيل الصيانة الدورية الخاصة باستاد القاهرة إلى ما بعد انتهاء المسابقة، علشان يكون في إتاحة الفرصة لكل المباريات تتلعب عليه طبعا، أو الفرق اللي بتلعب مبارياتها على أرضية استاد القاهرة ما تتحرمش من ده، ويكون دايما في مبدأ تكافؤ الفرص لكل الفرق حتى الثواني الأخيرة من عمر المسابقة. تعالوا نروح معاكم دلوقتي لفقرة تصريح وتعليق، ونبتدي أول تصريحاتنا مع نادي الزمالك، وتصريح الأستاذ أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، واللي أكد على عدم وجود تطورات في حصول نادي الزمالك على رخصة المشاركة في الكونفدرالية الإفريقية، على الرغم من إرسال الدفعة الأولى للمغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق، موضحا أن هناك يعني مبالغ بسيطة لا تتعدى تقريبا حوالي 150 ألف دولار لمن لديهم مستحقات متأخرة. أشار كمان إلى أن القيد على الزمالك ما زال موقوفا بسبب حوالي يعني متبقي 150 ألف دولار كمستحقات متأخرة، إلا أن هذا المبلغ لا يمثل أزمة إطلاقا على النادي، بينما سيسدد النادي هذا المبلغ بالتزامن مع بدء فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. كمان أوضح أن هناك أولوية لدفع مستحقات اللعيبة المتأخرة في الفترة الحالية، فضلا على أن نادي الزمالك مهتم بتدعيم فرق ألعاب الصالات بقيادة هشام نصر نائب رئيس المجلس، بخلاف وضع سقف رواتب للاعبين في ألعاب الصالات. وعن تجديد عقد أوباما، أكد المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عدم وجود أي تطورات في ملف تجديد عقد اللاعب، إلى أنه يبقى أحد أبناء النادي والذي إذا أحتاجه لن يتأخر عنه، بينما النادي ينتظر عودة سامسون أكينولا للانتظام في التدريبات بعد تسديد مستحقاته المتأخرة.
وعن اللاعب الأوغندي ترافيس موتيابا الذي اعتنق الإسلام وغير اسمه إلى جمال. فقال أحمد سالم إلى أن اللاعب اتخذ القرار بعدما تابع اللاعبين عن قرب وكذلك شافهم وهم بيؤدوا الصلاة، وفضلا على أنه قريب جدا من السنغالي إبراهيم نضاي الذي كان يستفسر منه عن الكثير من الأشياء الخاصة بالإسلام. اختتم تصريحاته وقال عن مباراة النادي الأهلي وبيراميدز: لا تعني المباراة لنادي الزمالك أي شيء نهائيا، بنركز على مباريات فريقنا فقط. دي التصريحات الخاصة بالأستاذ أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، ووضح أكتر من ملف طبعا. وعايزين نبارك طبعا لترافيس موتيابا، شيء يعني بيسعد الجميع سواء كان في الرياضة المصرية أو حتى في مصر، أنه يكون لاعب أجنبي يكون متواجد في التوقيت ده أو يجي علشان يشارك مع فريقه ويعتنق الدين الإسلامي. ده شيء يسعدنا جميعا ويفرحنا، ويغير طبعا اللاعب اسمه إلى جمال موتيابا، وده شيء يسعدنا جميعا. دايما نسعد أنه الذكريات دي تفضل موجودة وتفضل مربوطة في أذهان الجماهير المصرية وعشاق كرة القدم المصرية، أن دايما في لعيبة يكون دايما وجودها في مصر بيأثر فيها وبيختلف وبيغير فيهم حاجات كتير قوي. نكمل مع دوري نايل ومباريات يوم الجمعة استكمال المؤجلات. عندنا مواجهة إن شاء الله الموسم، يعني زي ما نقول كده ده اللي يمكن مر بحاجات كتير قوي وتفاصيل كتير قوي وبكل ما تحمل الكلمة من معنى. مباراة مختلفة ومباراة ليها معايير وحسابات مختلفة تماما. النادي الأهلي في مواجهة فريق بيراميدز، مباراة مؤجلة من الجولة الـ 14، مباراة منتظرة إن هي تكون واحدة من أقوى مباريات الموسم، وممكن كمان تكون مباراة للتاريخ، لأنه من زمان ما شفناش مباراة في دوري نايل تكون حاسمة بشكل كبير على لقب درع بطولة الدوري المصري الممتاز. بنشوف ده في الدوري الإنجليزي، بنشوف ده في البريمير ليج، بنشوف ده في الثواني الأخيرة سواء كان ما بين مانشستر سيتي، ما بين الأرسنال، ما بين ليفربول، بنشوف ده في المباراة الأخيرة والقبل الأخيرة، لكن بقالنا كتير قوي ما شفناش المشهد ده عندنا في المسابقة. فطبعا بيفرق وبيدي لمسابقة الدوري المصري الممتاز طعم مختلف. وكانت مباراة القمة غير مؤثرة يعني على تتويج النادي الأهلي بالبطولة، وفي الموسم اللي قبله الزمالك كان البطل، وبرضه مباراة القمة كانت نتيجتها غير مؤثرة على تتويج الزمالك بالبطولة. لكن الموسم الحالي مباراة الجمعة هتجمع النادي الأهلي مع بيراميدز على ملعب استاد القاهرة الدولي، نتيجتها مؤثرة جدا جدا جدا. بإذن الله هنشوف مباراة ممتعة، وهقول لكم برضو النادي الأهلي معاه 57 نقطة في وصافة جدول الترتيب من 23 مباراة، متبقي له 11 مباراة منهم مباراتين. بيراميدز محتاج علشان يكسب الدوري إن هو يكسب من 11 مباراة 9 مباريات فقط، وعلى الأقل يكسب مباراة من ماتشين بيراميدز ويتعادل في الثانية علشان يضمن إن هو يكسب الدوري بدون النظر لمباريات بيراميدز. يعني يبقى المكسب في ايده النادي الاهلي، لازم يخلي المكسب في ايده هو، مش في ايد فريق بيراميدز ومش في اقدام اندية اخرى. ده وضع النادي الاهلي. اما بقى بيراميدز معاه 68 نقطة من 27 مباراة، متبقي له 7 مباريات منهم مباراتي. الاهلي محتاج عشان يكسب الدوري ان هو يكسب 5 مباريات ويتعادل في مباراتي الاهلي، أو يكسب أي مباراة منهم، هيكون بكده هو بطل الدوري. ده من غير النظر لباقي مباريات النادي الأهلي. يعني على الورق الفرص تقريبا متساوية تماما، علشان كده بنقول إنها مباراة كبيرة قوي، مباراة قمة ما بين أقوى فريقين في الموسم الحالي النادي الأهلي وبيراميدز، والاثنين الحقيقة سجلوا حضور جيد جدا في النسخة الحالية وعملوا شكل جميل للمنافسة على القمة. أتمنى إن الحضور الجماهيري كمان يكون أفضل حاجة. وطبعا الساعات الأخيرة شهدت بيان نادي بيراميدز بيطلب فيه ضم نجمه إبراهيم عادل من معسكر المنتخب الأولمبي علشان يلعب المباراة، وبعدين يرجع تاني للسفر مع المنتخب لباريس. قبل ما أصدر الاتحاد المصري بيان قال فيه: تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم طلب من نادي بيراميدز للاستعانة بلاعبه إبراهيم عادل في مباراة النادي المقبلة في دوري نايل، بمراجعة الجهاز الفني والطبي للمنتخب الأولمبي أفادوا بإصابة اللاعب وتفضيلهم الإبقاء عليه مع المنتخب لمتابعة حالته الصحية والفنية،
وفي سبيل ذلك تم التنسيق مع الجهاز الطبي للنادي للاطمئنان على اللاعب، وبذلك يستمر اللاعب مع باقي زملائه بالمعسكر استعدادا للسفر لمدينة بوردو الفرنسية لتأدية المباريات الودية مع العراق وأوكرانيا استعدادا لانطلاق أولمبياد باريس. وبكده بيغيب إبراهيم عادل بشكل رسمي عن بيراميدز، وطبعا هيفقد اللاعب بالتأكيد المشاركة في المباراة دي، ولكن بنقول حتى إبراهيم عادل عشان الناس برضو تكون مطمنة، فترة غياب اللاعب هتكون تقريبا حوالي 3 أيام، وده بيأكد إنه إحنا هنشوف إبراهيم عادل بإذن الله بيشارك مع المنتخب الأولمبي. يمكن يكون مش هيكون متواجد مع النادي الأهلي في مباراة بيراميدز، ولكن هيكون بيشارك إن شاء الله مع المنتخب الأولمبي خلال المباريات القادمة بعد العودة من الإصابة سريعا جدا. أما عن أبرز ظواهر الجولة الـ30 اللي انتهت يوم الاثنين اللي فات هقولها برضو لحضراتكم سريعا كده ونعيش معاكم أجواء الدوري. عدد الفرق اللي لعبت 30 مباراة بالتمام والكمال، 5 أندية هي الاتحاد السكندري، الجونة، الإسماعيلي، فاركو، الداخلية. أكتر الأندية تحقيقا للفوز بيراميدز 21 مباراة، النادي الأهلي 18 مباراة، ثم المصري بورسعيدي 15 مباراة. أقل الأندية تحقيقا للفوز الداخلية 3 مباريات، ثم المقاولون العرب 4 مباريات. أكثر الأندية تعرضا للخسارة بلدية المحلة 18 مباراة، ثم الداخلية 17 مباراة، ثم المقاولون العرب 15 مباراة. أكثر الأندية تسجيلا للأهداف النادي الأهلي مسجل 54 هدف، ثم بيراميدز 49 هدف، ثم سيراميكا كليوباترا 43 هدف. أقل الأندية تسجيلا للأهداف الداخلية 16 هدف، ثم بلدية المحلة 24 هدف، ثم المقابلون العرب 26 هدف. أكثر الأندية اللي مازال عندها مؤجلات، النادي الأهلي متبقي له 7 مؤجلات، ثم نادي الزمالك 6 مؤجلات، ثم بيراميدز 3 مؤجلات. موقف الأندية اللي متنافسة على الهروب من الهبوط لدوري القسم الثاني ألف، الجونة في المركز الـ13 معاه 32 نقطة متبقي له 4 مباريات. الإسماعيلي في المركز الـ14 معاه 31 نقطة متبقي له 4 مباريات. فاركو في المركز الـ15 معاه 29 نقطة متبقي له 4 مباريات أيضا. بلدية المحلة في المركز الـ16 معاه 23 نقطة متبقي له 5 مباريات. المقاولون العرب في المركز الـ17 معاه 20 نقطة متبقي له 7 مباريات. وأخيرا الداخلية في المركز الأخير مع 19 نقطة ومتبقي له 4 مباريات. على الورق الأقرب للهبوط الثلاثي الداخلية، ثم بلدية المحلة، ثم المقاولون العرب، على اعتبار أن المقاولين يعني مازال عنده 7 مباريات، ففرصته أكبر من البلدية بمباراتين وأكثر من فاركو كمان بـ3 مباريات. هدافين المسابقة حتى الآن في الصدارة الكونغولي فاستون مايلي مهاجم بيراميدز مسجل 13 هدف. في المركز الثاني حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة مسجل 12 هدف. في المركز الثالث بيأتي الأنجولي جون مابلولو مهاجم الاتحاد السكندري مسجل 11 هدف. وفي المركز الرابع التوغولي ياو أنور مهاجم البنك الأهلي مسجل 10 أهداف. في المركز الخامس حسام حسن مهاجم سموحة مسجل 10 أهداف. دي كانت إطلالة سريعة مع حضراتكم عن أبرز ظواهر الدوري نايل بعد نهاية طبعا الجولة الـ30، وحبينا أن احنا نعيش معاكم الأجواء أكتر. نروح للحدث الأوروبي العالمي وهو يورو أوروبا 2024. امبارح كانت مباراة نصف النهائي واللي جمعت ما بين فرنسا مع إسبانيا، انتهت بفوز الماتادوري الإسباني 2-1 وتأهله للمباراة النهائية عشان ينتظر الفائز الليلة من مواجهة هولندا وإنجلترا. مباراة امبارح ما بين فرنسا وإسبانيا شهدت تألق غير طبيعي للاعب لسه يعني ما كملش 17 سنة بالتمام والكمال، وهو لامين يامال نجم برشلونة، واحد من أبرز الوجوه المبشرة في كرة القدم في العالم. طبعا امبارح سجل هدف التعادل لإسبانيا بعد ما سجل كول مواني هدف فرنسا، ثم سجل داني ألمو مهاجم لايبزيج الهدف الثاني لإسبانيا في نهاية الشوط الأول، ونجح المدرب أيضا مدرب إسبانيا إن هو يغلق كل المساحات أمام إمبابي ونجوم المنتخب الفرنسي عشان يتأهل منتخب إسبانيا للنهائي. تألق كبير للاعب الشاب لامين يامال صاحب ال 17 سنة، وعايز أتكلم كمان عن لقطة انتشرت مؤخرا خاصة باللاعب لما كان طفل عنده 4 شهور.
جمعته اللقطه دي بميسي. اللقطه كانت في حدث خيري قام بيه برشلونه لدعم اليونيسف، ده كان في 2007. اللقطه هي ظهور ليونيل ميسي مع اللاعب وهو رضيع، وطبعا كانت والدته بتحمله اثناء الاستحمام علشان الجمهور يستغرب قوي ازاي المشهد ده، انه فجأة بقى اللاعب دلوقتي عنده 17 سنة وبيشارك وبيحقق نتائج جيدة وبقى من افضل اللعيبة. وعادت الصورة اللي تم التقاطها ده كان في 2007 الى الظهور مرة تانية بعدما نشرها والد اللاعب على حسابه موقع انستجرام الاسبوع اللي فات، وكتب بداية اسطورتين. وخرج مصور تلك اللقطات خوان مورفورد علشان يكشف كواليس جديدة للقطة، وتعالوا نشوف مع حضراتكم قال ايه المصور الصحفي الخاص بالصورة، ونرجع لكم مرة تانية. تعالوا نستعرض معاكم مباريات اليوم النصف نهائي يورو 2024. الساعة 10 مساء هولندا هتكون على موعد مع مواجهة انجلترا. اسبانيا بعد التأهل النهائي هتكون زي ما بنقول كده في انتظار مواجهة رهيبة جدا، هتجمع النهاردة هولندا بقيادة فان دايك وديباي وجاكبو في مواجهة انجلترا مع نجومها بلينغهام وفيلفودن وساكا. مباراة هتكون كبيرة جدا وخارج كل التوقعات ما بين اثنين مدربين كبار، رونالد كومان مع طبعا هولندا وجاريث ساوثجيت مع انجلترا. مين هيكون في الموعد في برلين في النهائي مع اسبانيا؟ خلونا نشوف مع حضراتكم التقرير ده ونرجع لكم مرة تانية. جاريث ساوثجيت المدير الفني المنتخب انجلترا اتكلم عن الضغوطات اللي اتعرض لها خصوصا مع بداية البطولة حتى الوصول الى هذه المباراة، وكمان هاري كين اللي اتكلم عن رغبتهم في الوصول لمباراة نهائية وان هم يتعلموا من اخطائهم السابقة. تعالوا نشوف قال ايه ساوثجيت وهاري كين ونرجع مرة تانية. على الجانب الآخر اتكلم الثنائي أيضا ميكي فان دي فان مدافع المنتخب الهولندي عن امتلاك الفريقين اللاعبين طبعا الجيدين والمهارات اللي هتصنع الفارق. كمان كادي جاكبو لاعب المنتخب الهولندي اتكلم عن حظوظ المنتخب بالإضافة للحديث عن خطوط بلينغهام اللي قادر ان هو يصنع الفارق مع المنتخب الإنجليزي. تعالوا نشوف الولي ونروح للحدث العالمي الثاني اللي بيهم قطاع كبير جدا من جمهور الكرة، مواجهة الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا واللي بتقام في الولايات المتحدة الأمريكية. النهاردة فجرا نجح المنتخب الأرجنتيني بطل العالم في قطع تأشيرة التأهل للمباراة النهائية بعدما تخطى المنتخب الكندي بهدفين دون رد سجلهم نجم مانشستر سيتي جوليان ألفريز والنجم الأسطوري ليونيل ميسي علشان تكسب الأرجنتين كندا 2-0 وتحجز مكانها في نهائي كوبا أمريكا. بكرة الخميس المواجهة الثانية في نصف نهائي الكوبا هتجمع أوروغواي مع كولومبيا. عارفين طبعا أن كولومبيا طلعت البرازيل، والفريقين الحقيقة أن هم عاملين بطولة مميزة جدا لغاية دلوقتي. خلونا نتابع ونشوف مين هيكون بطل النسخة الحالية من كوبا أمريكا 2024. هل بطل العالم المنتخب الأرجنتيني ولا صاحب الأداء الأفضل المنتخب الكولومبي ولا صاحب الانتصارات المتتالية منتخب أوروغواي؟ خلونا نتابع مع حضراتكم ونشوف. مشاهدينا لسه عندنا تفاصيل كتير جدا وآخر أخبارنا المحلية، ولكن بعد الفاصل في صباح أنصار. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه نستكمل معاكم باقي فقرتنا في صباح أون تايم. وصلنا معاكم لآخر أخبارنا في فقرة أون فاير نيوز. نبتديها معاكم من أخبار القلعة الحمراء. النادي الأهلي وبيستعيد الأهلي جهود الثنائي محمد الشناوي ورامي ربيع لعيبة طبعا الفريق، ده هيكون في لقاء بيراميدز المقبل، وذلك بعد أن تغيبوا عن مباراة فريق طلائع الجيش بسبب رغبة المدير الفني في أن هو يديهم راحة من توالي المباريات. شارك مصطفى شوبير بديل للشناوي في مباراة طلائع الجيش، وشارك ياسر إبراهيم بديل لرامي ربيع في خط دفاع الفريق. مباراة هامة جدا بالتأكيد، وبتنتظر النادي الأهلي أمام فريق بيراميدز في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الأسبوع إلى 14 لمسابقة دوري نايل. أبدى سواسيو مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي إعجاب مبدئي بمحمد إسماعيل مدافع زد عندما شاهد إمكانياته الفنية، وطبعا يعني ده من الحاجات اللي خلته يعجبه جدا اللاعب، وبيشاهد مارسيل
كولر حاليا اكثر من مدافع لضمه من اجل تدعيم دفاع النادي الاهلي باكثر من صفقه قويه بعد فشل محاولات ضم الجزائري زين الدين بالعيد اللي انتقل للدوري البلجيكي. وحسم النادي الاهلي صفقه يوسف ايمن مدافع الدحيل القطري على سبيل الاعاره لمده موسم، وبيتفاوض النادي حاليا مع صفقه دفاعيه اخرى. بيخضع التونسي علي معلول ظهير ايسر النادي الاهلي خلال الاسبوع المقبل لفحوصات جديده للاطمئنان على سير البرنامج التاهيلي اللي بيخضع عليه منذ فتره التعافي من جراحه وتر اكيلس اللي اجراها قبل عده اسابيع. بشكل عام علي معلول بيحتاج لفتره لا تقل عن 6 شهور عشان يتعافى من جراحه اكيلس اللي اجراها في مايو الماضي، ولكن بيأدي برنامج تاهيلي حاليا في النادي الاهلي. كمان من الامور الخاصه بالاشاعات اللي علي معلول يمكن ابتدى ان هو يعملها، ده علشان اللاعب عايز يرجع بسرعه جدا، ورغبه طبعا من الجهاز الطبي في معرفه تطورات اللاعب ممكن تكون عامله ازاي، حالته ومدى استجابته للبرنامج التاهيلي خلال المرحله القادمه. كشف الشيخ خليفة بن حسن الثاني رئيس نادي الوكرة القطري حقيقة ما تردد حول إمكانية عودة حمدي فتحي لاعب الفريق إلى صفوف النادي الأهلي مرة أخرى في ظل رحيل المالي أليو ديانج المحتمل عن صفوف الأهلي. قال رئيس نادي الوكرة في تصريحات خاصة انفرد بها موقع كورة بلس: حمدي فتحي ما زال عقده مستمر معنا لثلاث مواسم أخرى، عودة حمدي فتحي للنادي الأهلي من جديد تكاد تكون مستحيلة، لن نفرط في اللاعب بسهولة. كمان أضاف فؤال: نرغب في التجديد لحمدي فتحي بعد نهاية عقده مع الفريق حتى يعتزل داخل النادي الوكرة، وطبعا الحالة الوحيدة اللي ممكن نسمح ليها كنادي الوكرة بالموافقة على انتقال حمدي فتحي لنادي آخر هي رغبة اللاعب فقط. اختتم كمان حديثه وقال: حمدي فتحي أبلغني أن حسام حسن مدرب منتخب مصر معجب بمستواه الفني وسعيد بتألقه الفترة الأخيرة مع الفريق. تعالوا نروح معاكم لأخبار القلعة البيضاء نادي الزمالك، واللي استأنف تدريباته الجماعية مساء أمس الثلاثاء تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز استعدادا لمواجهة فريق طلوع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري المصري ممتاز. جاء ذلك عقب انتهاء الراحة السلبية اللي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة بعد خوض مباراة النادي الإسماعيلي يوم الأحد الماضي في الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري. بدأ المران بعقد جلسة ما بين الجهاز الفني واللعيبة تحدث فيها جوميز عن بعض الأمور الفنية اللي حدثت في مباراة النادي الإسماعيلي الأخيرة، بعض الأخطاء كمان اللي وقع فيها اللعيبة علشان يعالجوها وما يكرروهاش مرة تانية. كمان طالب جوميز من اللعيبة مواصلة الانتصارات أمام فريق طلوع الجيش. أما بقى عن أحمد فتوح وآخر تطورات إصابة اللاعب، انتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اللي أقيمت مساء أمس، وشارك أحمد فتوح في التدريبات الجماعية بعد انتهاء أو بعد ما خلص كمان البرنامج التأهيلي اللي كان بيخضع عليه في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة اللي كان بيعاني منها في كاحل القدم واللي تعرض ليها خلال تواجده مع منتخب مصر في التوقف الدولي الأخير. خاض أحمد فتوح الفترة التأهيلية والبدنية بجانب الحصة الخططية والتقسيم الفنية بشكل كامل. من جانبه أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن أحمد فتوح بات جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي اللي بيخضع عليه في الفترة اللي فاتت. نروح لخبر تاني، حيث وضع الجهاز الفني بنادي الزمالك برنامج خاص لناصر منسي مهاجم الفريق على هامش ميران أمس تمهيدا للعودة للمشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة. انتظم ناصر منسي في التدريبات الجماعية بعدما انتهى في البرنامج التأهيلي اللي كان بيخضع عليه في الفترة الماضية بسبب الإصابة اللي كان بيعاني منها في العضلة الخلفية، وشارك ناصر منسي في الفترة التأهيلية طبعا والبدنية بجانب الحصة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل كامل. مشاهدينا، بعد ما تعرفنا معاكم على أبرز أخبارنا في صباح أون تايم، بعد الفاصل هنستقبل ضيفنا النهاردة الأستاذ شادي البيلي الخبير السياحي وعضو نقابة السياحيين ومؤسس مبادرة Come to Egypt، بعد الفاصل في صباح أون تايم.